في محافظة الوادي الجديد احتفل أهالي المحافظة بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق وصول أول قوافر التعمير من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة. الاحتفال أقيم بقاعة ديوان عام محافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور رجال وأوائل التعمير وأسرهم. يتقدمهم محافظ الوادي الجديد السيد محمد الزملوط والمحافظون السابقون. من هناك محمد حسين وخالد عز الدين دائما.64 عام على إنشاء محافظة الوادي الجديد، عندما أعلن الزعيم الراحل والخالد جمال عبد الناصر إنشاء واديا جديدا موازيا لوادي النيل في عمق الصحراء الغربية، حيث احتفل أهالي محافظة الوادي الجديد بهذه الذكرى الطيبة التي تخلد أمجاد القادة المصريين ورواد التعمير من أبناء محافظة الوادي الجديد الذين بذلوا الجهد بسخاء فتطورت المحافظة على كافة الأصعدة. فكل الدولة مهتمة بيها والناس شافت بعينيها الإنجازات على أرض الواقع في فيلم بسيط تسجيلي. بنشكر كل شاركونا سواء من أهل الوادي أو من الضيوف اللي شرفونا من السادة المحافظين السابقين أو أبناء الوادي الجديد الأوائل اللي هم أوائل التنوير في الوادي الجديد. بنشكركم على تواجدكم الدائم معانا ونقل أخبار الوادي واللي قلناه والإنجازات اللي اتعرضت هي دي خير دليل على ما بيتم في الوادي الجديد خلال الفترة الماضية اللي هم العشر سنين اللي فاتوا. الوادي انتقل من إلى في كل حاجة بالأرقام، وزي ما بيقول الأرقام لا تكذب، ان احنا كنا عندنا 14000 فدان، دلوقتي عندنا اكتر من 1.5 مليون فدان، عندنا طرق كان ما فيش طرق، عندنا 3400 طرق، عندنا اتصالات ما كانش في اتصالات، عندنا 185 برج اتصالات، عندنا غاز طبيعي، عندنا مدارس دوليه، عندنا جامعه، عندنا كليه الطب، عندنا كليه الصيدله، عندنا منجم فوسفات ابو طرطور ان شاء الله هيبدا يشتغل. يعني شوف خير في محافظه واحده، طب الخير في مصر كله قد ايه؟ ده كله بعمل وجهد ابناء مصر وبرعايه كريمه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقه الله ورعاه. يمثل العيد القومي للمحافظه بالنسبه لنا احنا كمحافظين سابقين هو عيد اضافي بالاضافه للاعياد القوميه والدينيه، لكن اصبح عيد القومي الوادي الجديد هو عيد احنا بنعتز بيه كمحافظين. طبعا ال 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 المشروعات التنمويه العظيمه جدا المتنوعه والواضحة جدا في محافظة الوادي الجديد بتجعلنا نفخر بالفخر، سواء العاصمة الإدارية للمحافظة اللي هي المجمع الإداري، الزراعات اللي موجودة، الشغل اللي موجود، الجامعة اللي موجودة، كلها حاجات عظيمة جدا جدا احنا بنعتز بيها. ده تاريخ لا ينسى، تاريخ أول قافلة من قوافل التعمير حضرت إلى محافظة الوادي الجديد بتوجيهات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حينذاك، ودي كانت في الستينات، وكان تصميم الرئيس يوميها على اساس ان ينفذ وادي موازي لوادي النيل لتخفيف العبء عن وادي النيل. وبالفعل كان لجهاز التعمير الفضل الكبير في تعمير هذه الصحارى وفي تمهيد الطرق وفي شق ترع المصارف، وتعلمنا او تعلم جيل من محافظه الوادي الجديد واجيال تعلمت من جهاز التعمير اللي كان بيتبوأ هذا المكان رجال وقادة أمثال عبد المجيد الجغيل وأمثال المهندس السيسي وطلعت الضرغام الله يرحمه اللي استشهد على أرض المحافظة. بهذه المناسبة الطيبة بتسمحوا لي طبعا أن أنا أهدي التحية للسيد رئيس الجمهورية، وإحنا بنقول كمحافظة الوادي الجديد محافظة من المحافظات المحظوظة بقياداتها اللي بتشرفنا في كل عام بزيارتها استكمالا لمسيرة التنمية على أرض محافظة الوادي الجديد. بنقول لهم كل الشكر والتقدير لعطائكم المتميز اللي نقل محافظة الوادي الجديد من إلى النهاردة. احنا في محافظة الوادي الجديد بنشوف الخير كله، بنشوف الاستثمار، بنشوف العطاء، بنشوف المشاريع اللي بتتم. ده طبعا نهضة تنموية بفضل وجهود وحكمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بنقدم له كل الشكر ونأيده في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى. احتفلت محافظة الوادي الجديد اليوم بالعيد القومي للمحافظة بكرنفال بعرض بسيارات الوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى استعراض لحدوتة مصرية بحضور عدد من السادة المحافظين والقيادات التنفيذية السابقة في يوم الوفاء من الوادي الجديد. لكم تحيات محمد حسين وخالد عز الدين لقناة طيبة.